حياكم الله أعزائي المشاهدين. الشرق الأوسط صار حلبة ملاكمة، وإيران وإسرائيل إلى امتحانات الردع بعد حقبة من حروب الظل وعض الأصابع. خامنئي يتوعد إسرائيل وأمريكا برد كاسر للأسنان، يعني يقول راح أكسر أسنونهم، ويقول القضية مو مجرد انتقام، هذا جواب على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة. ومثل صدى كرر قائد الحرس الثوري الوعيد وخاطب ما يسميها جبهة الشر، ملوحا بوكلاء إيران اليد العليا في المنطقة للمقاومة. يقول حسين سلامي الهجوم راح يكون بعنصر المفاجأة، وهذا يعني أن الوعد الصادق 3 قادم وقريب، وربما يسبق الانتخابات الأمريكية وإعلان النتائج. وعلى المنطقة المكشوفة من الوريد للوريد أن تستعد لطوفان آخر. والسؤال، وين راح تجري سيولة هذه المرة؟ وقائع اليوم تكرر حروب الأمس، والتعزيزات العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط ما هي إلا رسائل ردع لإيران وطمأنة لإسرائيل. البنتاغون يستعد بحامل الطائرات ومدمرات إضافية للباليستي، وقاذفات B-52 انتقلت للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل والمصالح الأمريكية بالمنطقة. تقول واشنطن محذرة طهران، هذه المرة مو مثل كل مرة، وما راح نقدر على كبح إسرائيل بعد هجومكم، ولن نقف على الحياد. طهران اللي أعلنت توصلها لأكواد تصنيع النووي لم تصرح بأن الهجوم سينطلق من إيران، ما قالوا أنه راح نهاجم إسرائيل من إيران، وهذا يزيد التكهنات بأنها تخطط للرد من العراق، وهذا يعني توسيع لقواعد الاشتباك، وهو ما كشفه بالأمس موقع إكسيوس. محاور حلقة اليوم مع ضيوفي الكرام دكتور حكم أمهز خبير في الشأن الإيراني من طهران، ودكتور عقيل عباس، ها راح يجهز، اهلا وسهلا بيش وقت ما يجي، والاستاذ وائل الركابي باحث في الشأن السياسي من بغداد. مرحبا بضيوفي الكرام. دكتور حكم مرحبا بيك، سؤالي لحضرتك. دكتور حكم اهلا استاذ عدنان، حياك وحيا ضيفيك ومتابعيك. حياك الله. سؤالي الى حضرتك، يعني السيد الخامنئي خلال استقباله آلاف الطلبة تحدث أنه أمريكا والكيان سيتلقيان ردا دامغا على ما يقومون به ضد إيران وجبهة المقاومة، وقال أنه التحرك العام للشعب الإيراني هو في اتجاه مواجهة الاستكبار العالمي. خطاب المرشد حاد هذه المرة يا سيدي، هل هناك جدية إيرانية في مواجهة الإسرائيليين مرة أخرى مرة ثالثة؟ يعني متى لم يكن هناك جدية في الموقف الإيراني أستاذ عدنان؟ يعني إيران عندما تعرضت قنصلياتها للاعتداء في سوريا قامت بعمليات الرد، قالت أنها سترد وردت، وفي المرة الثانية عندما انتهكت سيادتها في طهران واغتيل الشهيد إسماعيل هنيه أيضا أعلنت أنها سترد وردت، والآن نفس الشيء هي أعلنت أنها سترد، ولكن أنا بتقديري أن هذا الرد سيكون أكبر من أي وقت مضى، كما وكيفية ونوعا وأهدافا وما إلى ذلك مهما كلف الثمن. الآن كيف سيكون الرد، متى سيكون الرد، هذا تعرف أنه في إطار القياديين والقادة القادة المسؤولين الأساسيين الذين بيدهم القرار السري كما يقولون، أو الزر الذي يمكن من خلاله أن يضغطوا ويطلقوا الصواريخ. لكن أنا دعني، سمعت المقدمة عندك، أنت أشرت إلى أنه
هل سيكون الرد؟ هناك تكهنات أن الرد سيكون من العراق، حتما لن يكون الرد من العراق. إيران هي سترد من أراضيها، وبالتالي هناك محاولة من خلال إشاعة هذا الكلام، لأن هذا الكلام لم يأتي على أي لسان مسؤول من المسؤولين الإيرانيين، ولم يسرب أيضا عبر وسائل الإعلام لا الإيرانية ولا غير الإيرانية أن إيران سترد من العراق. إنما هذه تسريبات كلها غربية أمريكية إسرائيلية، سميها ما شئت، الهدف منها إثارة النعرة والفتنة والتحريض ما بين إيران والعراق، يعني تحت عنوان أن لإيران ذريعة الحق بأن تستهدف إسرائيل من فوق الأراضي العراقية، باعتبار أن الإسرائيليين ومن خلال النفوذ الأمريكي، حتى نكون دقيقين، استخدموا الأجواء العراقية واستهدفوا إيران. إيران لا تتعامل بهذا الموضوع أبدا، يعني لا، إحنا بالعراق مستعدين، يعني بالعراق يعني مستعدين الفصائل، لا شوف هذا الكلام، مستعدين أنه يدخلون بهيج معركة. بس خلي أسأل أستاذ وائل ورأيه بهذا الموضوع، يعني تقرير إكسيوس يتحدث أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقولون يردون هذا موضوع آخر، يعني هذا الموضوع الفصائل شيء آخر. طيب بس شلون يعني شنو قال الفصائل؟ ها تقريبا اوكي، خلي اروح لاستاذ وائل. استاذ وائل تفضل. يعني ممكن الفصائل يردون على اسرائيل نيابه عن ايران حسب تقرير اكسيوس مثلا؟ ممكن احنا بدا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك استاذ عدنان وضيفيك العزيزين ومشاهديكم الكرام. يعني انا لا اتصور ان ايران عاجزه عن الرد سواء من أرضها أو بأي وقت تشاء، ولا حاجة لها في استخدام الأراضي العراقية. عندما يريد أن يعني يرد فصيل عراقي أو فصائل عراقية موجودة مقاومة داخل الأرض العراقية، بالتأكيد أنها لا ترد بالنيابة عن إيران أو بدلا عن إيران، وإيران لا تحتاج إلى أحد بديل عنها. إيران دولة قوية استطاعت أن تقف وواضحة بكل مواقفها وبكل جرأتها وبكل صراحتها، لكنه بإعلان العراق كأرض تستخدمها إيران للرد على 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 إسرائيل، أنا لا أتصور أن يعني ثمة حقيقة وصدق في هذا التقرير لهذه الموضوعة أبدا. أما الفصائل العراقية ترد على ما يستهدفه وما ينتهجه وينتهكه الكيان الصهيوني، نعم، دعما لغزة ودعما للبنان، الفصائل العراقية يشهد لها القاصي والداني بأنها استخدمت أهداف حيوية واستخدمت أهداف. أنت متحمس لهذه المعركة؟ لا أعوذ بالله، يعني أنا هذا من جانب السؤال، الجواب على سؤال حضرتك. أما تسألني، أنا أعتقد أنه الآن كل الدول بما فيهم الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق، العراق بشكل واضح للعيان، والتحرك الإيراني منذ أن يعني منذ فترة ليست بالقريبة، وهم يسعون إلى إبعاد المنطقة عن تداعيات الحرب الشاملة، لأنهم يعرفون جيدا أن التداعيات مهما تكون هي فيها قد تكون أشياء أمام عدو، أمام كيان صهيوني مدعوم من الأمريكان بكل قوته، مدعوم من بريطانيا، مدعوم من أوروبا، مدعوم من كل الدول بما فيهم بعض الدول الداعمة العربية والإسلامية. فبالتالي نحن لا نريد أن ندخل المنطقة في هذه الحرب، وهذا موقف واضح يعني يعلنه المحور المقاومة، ليس من باب الضعف بقدر ما أننا بحاجة إلى إبعاد المنطقة، لأنه إدخال المنطقة بهذه الحرب لا يخدم إلا الكيان الصهيوني ولا تخدم يعني إلا إذا أكو مسؤولية بصراحة لدى محور المقاومة وإيران، يفكرون مثلا شلون ينقذون غزة، شلون ينقذون مثلا جنوب لبنان. هذا السؤال للأستاذ حكم، يعني التفكير الآن يجب أن يكون بهذه الطريقة، شلون أنقذ أهل غزة وجنوب لبنان من هذه المحرقة، يعني محرقة كبيرة، الإسرائيليين متوحشين للتعرض إلى حتى منازل أصدقاء، يدزون فيديوهات تحرق يوميا. مو أجي أنا أفكر بكرامة الجمهورية الإسلامية أستاذ حكم،
وأنه الجمهورية الإسلامية في إيران يجب أن ترد حفاظاً على كرامتها وحفاظاً على أنه عندها أذرع بالمنطقة. أكو ناس جاي تموت، يعني أنتوا سبقوا أن تحدثتم عن حكمة الصواريخ، تحدثتم عن يعني إيران الحكيمة والدبلوماسية والصبر الاستراتيجي. طيب مو أكو ناس جاي تموت يومياً يا سيدي؟ تفضل. شوف، هناك في هناك اولا دعنا نبدا بالقسم، بقسم اول. القسم الاول انه اذا تركت اسرائيل تفعل ما تشاء، نحن امام شرق اوسط جديد كما تريده الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، ونحن في هذا الشرق سنكون اذلاء لدى الامريكي والاسرائيلي. فلذلك ان لم يكن هناك قوه تواجه القوه الموجوده لدى الاسرائيلي والامريكي حتى تصل على الأقل إلى معادلة، لا أريد أن أتحدث الآن عن هزيمة أو غير هزيمة، ولكن على الأقل إلى معادلة ردعية، من خلال هذه المعادلة الردعية يمكن أن تحقق توازن على مستوى الاستقرار والأمن وما إلى ذلك، باعتبار أنه إذا كان هناك يعني جهتان متكافئتان بالقوة إلى حد ما، فهذا يعني أن كلا الطرفين سيخاف من الآخر إذا يعني شن حربا عليه. فلذلك هذا الموضوع يجب أن يكون واقعيا لدى الجميع، أنه لا يمكن أن دائما نحمل محور المقاومة مسؤولية ما يجري في المنطقة، لأن أصلا الوجود الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية على المنطقة، هذه تريد منا أن نكون أذلاء وللأسف الشديد أن نبيع كرامتنا في المنطقة، وبالتالي هم يتحكمون بقرارنا وبسيادتنا وباستقلالنا وبثرواتنا وبشعوبنا وإلى آخره. فعمليا هذا الموقف من قبل محور المقاومة هذا محسوم، ومن إيران أيضا محسوم. الآن إيران، دور إيران في هذا الموضوع، يعني بجوابا على سؤالك، أولا دور إيران هي قدمت كل ما يمكن أن تقدمه لقوى المقاومة في المنطقة، وبالتالي تدرك تماما أنه عندما تتحدث عن حرب إذا لم تكن جاهزا لهذه الحرب فأنت تدخلها كمنتحر. إيران مرت بمرحلة سماها قائد الثورة مرحلة الصبر الاستراتيجي. خلال 40 عاما الفائتة قامت إيران بعملية تجهيز نفسها، بعملية تصنيع، بعملية التطوير، بعملية كذا كذا، وفي نفس الوقت كانت تدعم قوى محور المقاومة في المنطقة. حزب الله حقق إنجازات عظيمة في لبنان، الكل يعرفها، وحقق معادلات مع الإسرائيلي، طرد الإسرائيلي من دون قيد أو شرط من لبنان، وفعل ما فعل ويعني حطم هيبة الإسرائيلي. عادت المقاومة الفلسطينية أيضا وحققت إنجازات، وبدأ هناك تحركات على مستوى المنطقة في سوريا وفي العراق وما إلى ذلك واليمن. قصة يعني اسمح لي أستاذ حكم أرجوك، ليش لحد الآن ما مستوعبين قصة حزب الله وحسن نصر الله؟ خلاص لا، مش بلان، سأصل إلى هذا الموضوع. طيب فعمليا إيران تقدم كل ما لديها، وبالتالي انتهت مرحلة صبر استراتيجي، والآن بدأت كما قال قائد الثورة بمرحلة الردع استراتيجي. جيد، الآن ما تقوم به إيران، نحن الآن أمام مرحلة مفصلية تاريخية. هذه المرحلة المفصلية التاريخية سيتحقق من بعدها العالم الجديد. أين ستكون أنت في هذا العالم الجديد؟ طيب، إيران اتخذت قراراتها بأنها لن تقبل بأي انتهاكات لها ولا تهديد الوجود، هذا ردا على سؤالك، تهديد الوجود لأي من أطراف محور المقاومة. وأنا هنا دعني أقول لك أستاذ عدنان، أنا أتحدث الآن بمعلومات، وأنا يعني على تواصل مع بعض القياديين الميدانيين على الأرض في لبنان، أن الوضع على الأرض في لبنان أكثر من ممتاز، يعني على الجبهة الجنوبية. الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة جدا، الإعلام الإسرائيلي بدأ يعترف، ونلاحظ أن مسيرات حزب الله تدخل وتخرج إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط، وبالتالي هذا أكيد تتابعون هذا الموضوع. الآن ما حصل في موضوع سماحة السيد حسن نصر الله والقادة الإيرانيين والقادة اللبنانيين، هذا الأمر حصل خرق. أنت تعرف هذه الحرب مرة جولة لك وجولة لعدوك، فعمليا نال هذا العدو بمرحلة، ولكن لو كان تعرض أي طرف لما تعرض له حزب الله لكان انهار ورفع الراية. طيب، البيضاء، ولكن حزب الله نهض ورمم نفسه والآن أصبح قوة. طيب، كبيرة جدا، وعاد إلى ردعه الأول. طيب،
طيب فلذلك فلذلك يجب ان نتحدث اليوم عن مرحله قوه. انت في مرحله قوه، لا تضيع هذه المرحله، استثمرها بكل الامكانيات لانك كما قلت لتحجز مقعدك في العالم الجديد. يعني الان المقاومه في مرحله قوه، والمقاومه الان منتصره، ويجب ان تفكر في المقعد الجديد بالعالم. صحيح، تماما تماما تماما. طبعا شوف، يعني الإشكالية الأساسية التي حصلت أن هناك ضربة يعني وجهها الإسرائيلي لحزب الله في لبنان، صحيح، لكن هذه الضربة الكل أصبح يتحدث أن حزب الله قام من هذه الضربة، رمم نفسه، استوعب هذه الضربة، والآن عاد إلى سيرته الأولى وبدأ يحقق إنجازات. أنا أتحدث الآن عن يعني المعركة على الحدود اللبنانية الفلسطينية. هناك تكبير خسائر كبيرة جدا للإسرائيلية. هذا الفهم اللي جاي تنقل لي الآن هو موجود لدى محور المقاومة، ويعني في إيران أيضا، أنه الآن هم كمحور مقاومة وراعين لمحور المقاومة، أنه هم الآن متصدين وإسرائيل جاي تتكبد خسائر وأمريكا تتراجع، وهذا ممكن إلى تأثير بالعراق وفي اليمن وفي لبنان. لا شوف، صح؟ شوف ليش لا شوف 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 الإسرائيلي ما يقوم به الإسرائيلي حاليا سواء كان في لبنان أو في غزة، هو يستهدف النساء والأطفال، يستهدف المدنيين، ويستهدف التدمير والخراب. أما الأهداف الاستراتيجية، أعتقد أنه لم يعد لدى إسرائيلي أهداف استراتيجية يمكن أن يحققها. يعني الآن ماذا يستهدف؟ يوميا نتابع أن هناك ارتكاب مجازر، ولكن في العلم العسكري هل أن استهداف المدنيين هو يحقق أهداف الحرب؟ حتى الآن لم يستطع أن يحقق أهداف الحرب الإسرائيلي. هنا بيت القصيد. الآن الإسرائيلي بدأ يتألم عن الحدود اللبنانية. في العراق مثلا إحنا شلون جاي نترجم الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وأيضا تهديداتهم لإيران وتهديدات إيران؟ أستاذ وائل، يعني أنت جاي تشوف القصة بشكل جيد؟ يعني الإيرانيين يتخيلون أنه المعركة هم منتصرين فيها، وحزب الله يعني أيضا يتخيلون أنه إحنا جاي نتقدم وجاي ننتصر. العراقيين شنو تخيلهم، شنو يعني تفسيرهم أو مكانهم بالمعركة؟ يعني الموقف العراقي اتضح بشكل جلي وواضح بعد بيان سماحة المرجع الأعلى دام ظله الوارف السيد السيستاني، عندما أصدر بيانا واضحا بلغة عربية غير قابلة للبس والغموض، عندما ذكر مجموعة نقاط تدعو إلى دعم الشعب اللبناني وإلى الوقوف أمام هذه الهجمة الصهيونية البشعة. يعني إذا ما عدنا إلى سنة إلى الوراء، في 10 أكتوبر بعد طوفان الأقصى في 3 أيام، أيضا سماحته أصدر بيانا طبعا استهجن واستنكر فيه كل الأعمال، لكنه أيضا وضع حلا، قال أن لا وجود لحل إلا لزوال هذا الكيان الغاصب، وموجود هذا البيان وهذه الفقرة موجودة فيه لمن يحب أن يعود إليه إذا كان يشكك في طرحي. فبالتالي الأمر واضح بالنسبة لنا من الجانب العقائدي الذي نستميل منه كثيرا إذا ما جاءنا موقفا يدعو إلى الوقوف بالضد من هذا الكيان. الصعيد الرسمي، الدولة العراقية أيضا لم تقتصر في بياناتها ومواقفها على عدم اعترافها في هذا الكيان الغاصب، وعدم رغبتها في أن تكون هذه الانتهاكات القانونية الدولية والانتهاكات الإنسانية والانتهاكات الأخلاقية هي بموقف يعني يجعل الحكومة العراقية بعيدة. المرجع السيستاني دعا إلى إزالة هذا الكيان الغاصب، يعني شنو أستاذ وائل؟ نعم، في 7/10/23 بعد عملية طوفان الأقصى، وبعد الرد العنيف في أول 3 أيام من قبل الكيان الصهيوني على غزة، وتحرك بشكل واضح، أصدر المرجع الأعلى بيانا يدين فيه تلك العمليات
ومن ضمن الأمور التي ذكرها أن الحلول لا يمكن أن تأتي إلا بزوال هذا الكيان الغاصب، وذكر طيلة مدة 76 سنة هذا الكيان يغتصب الأرض العربية الإسلامية. يعني هي جهاد كفائي، أما البيان الآخر فتوى جهادية جديدة، البيان الآخر أنا في رأيي لا، أنا في رأيي هو أكبر يعني أعلى من موضوعة الجهاد الكفائي، لأنه عندما يقول بلغة عربية بذل كل جهد ممكن، هو لم يجعل البذل والجهد محصورا على جهة معينة أو نوعا معين يا سيدي، إنما يا أعطى صورة الإطلاق. ليش والبذل ليش نتعب هواية بتفسير بيانات السيد السيستاني وفتاوى؟ إذا الرجل يريد يسوي فتوى هو يحكيها بشكل صريح. نحن يعني السيد السيستاني لا مو هذا هي هنا الإشكال، هنا الإشكال إشكال عدنان، هنا يعني الإشكال من 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 السيد السيستاني أصدر فتوى جهاد الكفائي، أصدرها بشكل واضح، أصدرها بشكل واضح. هسه الجماعة رادوا زين، إذا أكو فتوى أنه كان يصدرها بشكل واضح، بس آخر فتوى للسيد السيستاني يتحدث بيها أنه ممكن دعم الشعب اللبناني إغاثيا إنسانيا سياسيا، وهذا التوجه الحكومي. غير ذلك بعد ليش إحنا نروح نفسر ونتعب هاي الأشياء؟ لا، إحنا أولا كمسلمين وكطائفة شيعية بالتأكيد أولا علينا أن نعتمد على الجانب الشرعي أولا في حياتنا بكل مفاصلها، سواء كانت سياسية عسكرية اجتماعية اقتصادية، حتى اللقمة اللي ناكلها لازم نعرف أنه هذه صح حلال أم لا. وبالمرة الأخرى الجانب الثاني أنها نحن نؤمن بأن رؤيته أكثر عمقا. طيب، أنا المتحدث على الأقل أعتقد بأن السيد السيستاني لا يمكن أن يخوض في مجال الإفتاء وإصدار فتوى أمام حالة هي يجب أن تكون فيها الأمور طبيعية بالرد على الكيان الغاصب. يعني الحالة هنا تختلف عن 2014 عن داعش. داعش كانت القضية عراقية أولا داخلية، يجب عليه أن يحدد، وإن كان هو صلاحياته أوسع على مستوى عالم، لكن يتعاطى مع الأحداث ومع الفتوى بردات الفعل للطرف الآخر. هنا في العراق بداعش لا بد علينا أن نتحرك، لأنه عدوان جاء معلن بشكل. أما الكيان الصهيوني نعرف جيدا ما هي التداعيات، لذلك مسألة تحديد الفتوى فيها شيء في الجانب الحوزوي لا يمكن أن يتحرك كما يعتقد البعض أو كما يريد البعض. قد تكون هناك مفردات فيها شيء توحي بالمنع وتوحي بالحرمة، هي أكبر من كونها فتوى. طيب خلي أسأل أستاذ عقيل عباس. دكتور عقيل حياك الله، سؤالي لحضرتك، اليوم متأخر على البرنامج دكتور. أي مختلف الوقت ساعة، ما كنت أعرف يعني اختلف عن ولا الناس. بس سؤالي إلى أنه أكو تهديدات، تحذيرات أمريكية لإيران بأنه إحنا ما راح نكون على الحياد، وحذروهم من هجوم أو رد إيراني على إسرائيل، وهاي أيضا يعني انتقال البي 52، هاي إشارات، وأيضا انتقال مدمرات أمريكية للمنطقة. ماذا يعني هذا مثلا؟ وإيران بنفس يعني الوقت إيران بنفس الوقت يهددون، يعني على لسان المرشد وعلى لسان قائد الحرس الثوري الإيراني. شنو تفسيرات هذا الشيء وتحليلاته دكتور؟ تفضل. شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريمين. يعني أشياء كثيرة، فقط أريد أن أمر سريعا. يعني هي تقارير ظهرت من مصادر على يعني الاستخبارات الإسرائيلية، قالت يعني رشحت تقارير عنها أنه المرشد الأعلى اتخذ قرار الحرب أو الرد، وهذا يعني معلن أصبح معروفا، وأنه الرد سيتم عن طريق العراق، فصائل العراقية المسلحة باستخدام درونات ومسيرات وما إليه. تقارير أخرى أيضا أشارت إلى أنه الحكومة العراقية وسطت الولايات المتحدة، هي في البداية وسطتها كي تقنع إسرائيل بعدم الرد على قتل الجنديين الإسرائيليين في الجولان، عملية قامت بها يعني كتائب حزب الله تصور في بداية أكتوبر أو شيء من هذا القبيل. وهي الآن توسط الحكومة الأمريكية كي يعني
تمنع إسرائيل أو تقنعها بعدم الرد وما إليها. السبب أنه إيران تريد الضربة أن تكون من العراق. وبالمناسبة الخطاب الإيراني يلمح لهذا، يقول أن الرد سيكون بالتشاور مع المقاومة، بمعنى أنه ليس بالضرورة ردا من إيران. والسبب في هذا هو أنه إيران لا تريد أن تنطلق الصواريخ منها فترد إسرائيل عليها، بمعنى هي تريد أن تزيل حجة إسرائيل بالرد على إيران. وهناك مؤشرات إلى أنه هذا الكلام صحيح، قد لا يكون صحيح لكن لحد الآن. أولا لم يصدر هناك، نحن نتحدث عن حرب، يعني ليست زيارة وفد أو موضوع يتعلق بصفقة اقتصادية، موضوع حرب. لم يصدر دكتور، الإيرانيين يتحدثون عن تكسير أسنان، يعني المرشد الخامنئي يتحدث عن تكسير أسنان لإسرائيل وأمريكا. يكسر أسنانهم بالصواريخ العراقية، يعني ما أعرف، أو بالحوثيين، يعني أكيد أكو شيء آخر. وهذا تقديرهم، يعني هناك كلام على أنه الجبهات، ما يسمى يعني محور المقاومة في جبهاته كلها سيضرب في ذلك الوقت. لكن نحن همنا العراق، دعنا يعني ما يفعل حزب الله في لبنان، ما يفعل يعني حماس في غزة، وإشكاليتهم يعني بلدنا العراق، تهمنا مصلحة العراق، الآخرين قرارهم بأيديهم. هناك مؤشرات إلى أنه هناك يعني هناك فعلا مثل هذا التخطيط. أولا يعني الفصائل المسلحة لم تنكر مثل هذه التقارير، الحكومة العراقية صمتت، الحكومة الإيرانية صمتت لم تنكر. وإعلان أعتقد ما قاله الشيخ أكرم كعبي مجيئه بالنجف ثم ظهوره يعني بالعمامة أنه نعم. تحت الحنك، هو إعلان حرب. إعلان. يعني أقصد ومن يعني النجف تحديدا. نعم الثقافة الإسلامية. نعم الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله، يعني ردا على ضيفك الكريم الذي يتحدث عن أنه الحرب تقررها فتوى، هذا الكلام ليس صحيحا بخصوص العراق. نحن لدينا دستور صوت عليه العراقيون، وفيه آلية لكيفية إعلان الحرب، أنه يبعث رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طلبا إلى البرلمان، ويصوت البرلمان بالأغلبية، أغلبية الثلثين، أنه يدخل البلد في حرب. لا يمكن أنه فصائل المسلحة التي تقرر الحرب والسن. يعني بعض زعماء الفصائل المسلحة قالوا أنه قرار الحرب والسلم هو بيد المقاومة، وأحيانا بيد المقاومة بالتشاور مع الحكومة. هذا ليس الدستور العراقي، هذه ليست المصلحة العراقية. الدولة العراقية هي التي تقرر بآلياتها الدستورية التي صوت عليها العراقيون والتي تدعمها المرجعية الشيعية. طيب. السيد علي السيستاني هو الذي دعم هذا الدستور ودعا الناس إلى التصويت. فليس صحيحا محاولة الاستغراق في قراءة فتاواه التي تتحدث عن مساعدات طيب. إنسانية، كي نفسرها على أنها دعوة للحرب وأنه هذه الدعوة للحرب ملزمة للدولة العراقية. كلام غير صح، الرجل لم يقصد هذا. والإمعان في التفسير هو وضع البلد في مسار حرب هو غير مستعد له، وليس من مصلحته، ما مصلحة العراق أن يدخل في حرب مع إسرائيل. احنا لدينا آلاف المشاكل في العراق. خلي الدكتور حكم يرد على كلامك أستاذ عقيل. دكتور عقيل، بس أسأله قبل أن يرد، أنه الوقت مو يعني حان لإيران أن تواجه إسرائيل بشكل مباشر دكتور حكم؟ يعني الآن حزب الله يعاني من مشاكل كبيرة على مستوى القيادة وعلى المستوى الميداني، وأيضا فصائل المقاومة بالعراق أيضا تواجه مشاكل كبيرة، أكو ضغط حكومي برلماني، أكو قوات أمريكية، أكو تحالفات بين الحكومة العراقية والأمريكان، الحوثيين أيضا لديهم مشاكل وجاي يتعرضون إلى ضربات. خلاص الدور الآن دور إيراني، قيادة محور المقاومة، خلي الإيرانيين يواجهون الإسرائيليين بشكل مباشر. شوف، أولا يعني أشرت إلى أنه اليوم الأمريكيون والإسرائيليون وإلى آخره، يعني إذا كنا ننتظر أنه ماذا سيفعل الآخرون ونحن ماذا سنفعل، يعني كدول ومحور المقاومة. أصلا في الأصل الأمريكي والإسرائيلي لا يواجهون إيران لوحدها، إنما يواجهون المنطقة كلها. وأعطيك دليلا أن نتنياهو أعلن أكثر من مرة وقال أنه يريد شرق أوسط جديد، لأن الوقائع الأمنية تغيرها إسرائيل،
ويريد شرق أوسط جديد لأن إسرائيل قوية. ألم يقل هذا الكلام نتنياهو؟ ماذا يعني؟ يعني أنه يريد شرق أوسط جديد يلغي كل الدول العربية والإسلامية في المنطقة لمصلحته، وهذا ما تعمل عليه أمريكا على أساس التفوق الإسرائيلي في المنطقة على كل المستويات. التفوق الإسرائيلي في المنطقة على كل المستويات. وأقول لك هنا، أذكرك أنه عندما كانت عملية المحادثات التطبيع بين الأمريكيين والسعوديين جارية بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي، كانت أحد شروط السعوديين أن يكون لدى السعودية برنامج نووي سلمي. ماذا خرج ببيان نتنياهو؟ بيان رسمي قال أنه لن نسمح لأي من دول الجوار بامتلاك برنامج نووي، ما كان هذا البرنامج سواء كان عسكري أو غير عسكري. فعمليا العدوان على الجميع، إما أن يخضع الجميع جيد، وأما أن تشن الحرب عليهم. فإذا تحدثنا حتى بالعمليات الاستباقية، ما تقوم به قوى المقاومة في المنطقة هو عمليات أولا ردة فعل على الاحتلال، وهي عمليات استباقية إذا صح التعبير في هذا الإطار. لأنه إذا انتهى الإسرائيلي اليوم من لبنان، من غزة سيأتي إلى لبنان، إذا انتهى من لبنان سيأتي إلى سوريا، إلى العراق، وهكذا. ونحن في 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 منتصف طيب. أغسطس آب طيب. عاد القول على إيران أنه نظرت إلى خلف إسرائيل فوجدتها صغيرة، هذا المد الإسرائيلي. فلذلك شوف، سأتي معك. في في فيما مضى كانت هناك قوى محور المقاومة تعمل لأنها تريد أن تحرر أرضها. يعني حزب الله يعمل في لبنان على تحرير أرضه، غزة تعمل قوى المقاومة على تحرير أرضها. الآن أصبح الإشكالية مباشرة بين إيران والإسرائيليين والأمريكيين. فلذلك الإيرانيون هم يردون بشكل مباشر. يعني قال ضيفك الدكتور عقيل أن إيران، يعني هناك ما يشير إلى أن إيران سترد من العراق. هذا الكلام أصلا ليس موجودا. هذا الكلام أصلا، هذا الموقف غير موجود في إيران. لن ترد من العراق، طبعا لن ترد من العراق، سيردون من إيران. وفي المرتين السابقتين ردوا من إيران، يردوا من إيران. لماذا؟ هل أن إيران يعني ليس لديها الجرأة أن تقوم بما يجب عليها؟ إيران هي التي تقود محور المقاومة، وتقول أنها هي من تدعم وهي من تقدم، وهي ولديها الجرأة الكافية. إيران ليست جبانة، ولكن إيران تدرك أن مخاطر هذا الوجود الإسرائيلي لا تشمل فقط يعني جهة أو دولة أو غيرها. الهدف الأساسي هو السيطرة على المنطقة، هي مع المنطقة. حتى البيانات الإدارات الأمريكية، أي رئيس أمريكي يأتي جديد ماذا يقول؟ طيب. أنه نحن نضمن التفوق الإسرائيلي. ألا يقول هكذا؟ نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. إذن طيب. أنت أمام هذا الواقع، عليك أن تقوم بما يجب عليك، ولكن ضمن استراتيجيات ترسمها بحيث أنك لا تدخل في معركة انتحاريا. إذا دخلت في مغامرة انتحاريا دون أن تكون يعني قد درست دقيقا نتائج هذه المعركة، أنت تقوم بعملية انتحارية، وهذا خطأ استراتيجي كبير جدا. طيب. فلذلك إيران ومحور المقاومة يتعاملان مع هذا الموضوع على أساس الروية والحكمة والدقة واستخدام ما يلزم. الآن أنا أقول لك، وإن شاء الله غدا لناظره قريب، أن الرد الإيراني سيكون قاسيا جدا هذه المرة، وكبيرا جدا هذه المرة. يا سيدي، وإمكانيات إيران تدركها الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين يدركون تماما أن إمكانيات إيران كبيرة وقوية جدا جدا جدا. أستاذ عقيل يسعفوني بالذاكرة، أتذكر بشكل جيد قبل الرد الإسرائيلي كان الحديث حتى على لسان السيد الخامنئي أنه إذا كان الرد الإسرائيلي رد محدود فإيران لن ترد عليه، وصفت عملية الرد الإسرائيلي بأنها محدودة. لا لا لا، لم يأتي. لا يا سيدي، هذا الكلام لم يأتي القائد على هذا الكلام أبدا. هذا الكلام كان موجود أنه إذا كان الرد، لا لا، لم يأتي القائد أبدا على هذا الكلام مطلقا. أنا على الهواء. طيب. أنا على الهواء وأتحدى إذا كان أتحدى طيب. بهذا طيب. بهذا اللغة القائد طيب. الثورة أبدا طيب. أبدا، هذا ما أشاعه الإعلام الغربي. تهوين الثورة لم يتحدث به مطلقا. طيب. تم تهوين الرد الإسرائيلي على إيران، لم يوقع خسائر كبيرة، لم يوقع أضرار كبيرة. لماذا إيران
ترغب بالرد، لماذا إيران الآن تبحث عن الرد؟ وأيضا يا دكتور حكم بس خلي أخذ رد الأستاذ وائل، لأن العراق مهدد بهذا الموضوع، أكو تقارير يا دكتور حكم، أرجوك فقط لم يهون حتى فقط ثواني فقط، قائد الثورة قال أنه لا ينبغي أن نضخم الرد ولا ينبغي أن نستهين به. هذا الذي قاله قائد الثورة بالنص الحرفي. نعم بالضبط. بس خلي أسأل، هناك إشكاليات، خلي أسأل دكتور وائل، يعني أنه العراق أن يتولى هذه المسؤولية، هذا تهديد للأمن، المجتمع العراقي، للسلام العراقي، للعملية السياسية؟ دكتور وائل تتخيل ممكن الفصائل بالعراق يأخذون هيش قرار ويواجهون يقررون إدخال يعني بمواجهة إسرائيل؟ أولا أستاذ عدنان، لا يوجد هكذا قرار عراقي، لا على كل الأصعدة، لا على صعيد مستوى رسمي ينطلق من الحكومة ولا على أي صعيد آخر. أنا فقط أود أن أقول وتعليق بسيط على ما تفضل به دكتور عقيل، أنا لم أقل أن الفتوى، أن الحرب يحتاج إلى فتوى، أو أن الفتوى للسيد السيستاني هي تلزم الحرب، لا أنا لم أتحدث، أنا قلت أن الفتوى فيها أبعاد وفيها معاني كثيرة، فيها معاني كثيرة تؤكد على أن لا يقصر أي إنسان يستطيع أن يقدم جهدا ممكنا، فهذه عملية الجهد لم تحصر، قلت خلوها مطلقة، خلاها بصفة الإطلاق. يا سيد أستاذ عدنان، يعني إذا ما أردنا أن يعني نستذكر على عجالة بشكل سريع للأمور التي تصدر من نتنياهو ومن هذا الكيان، يعني ماذا عسى العراق أن يفعل وأن نتنياهو يرفع في مجلس الأمن الخارطة ويضع العراق؟ هو من وضع العراق، من وضع العراق في خانة بلاد النقمة. القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي يقول المقاومة قررت الانتقال إلى خطة توسيع النيران ضد الاحتلال. يا سيدي ما أعرف، يعني الجماعة عندهم أريحية بالتعامل، يعني يتحدثون وكأنه يمتلكون العراق، قيادات على أبو علي العسكري، على فلان وعلان، على كذا، يتحدثون وكأنه يمتلكون القرار بالعراق. يعني لدينا إمكانيات، شوف علي الفتل، لدينا إمكانيات عسكرية جديدة، طائرات مسيرة وصواريخ ستكون بالمشهد العسكري. المقاومة اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية تحسبا لا يعدو. احنا داخلين بمعركة استاذ وائل، داخلين بمعركة، عندهم قرارات. لا هي لي هو مو أنا دا أقول لك، يعني هي كيف تكون يعني أنا أستعد إلى من يضعني في قائمة النقمة، ومن يبشرني بشرق أوسط جديد، ومن يضع مراجعي ضمن بنك أهداف الكيان الصهيوني؟ ينبغي علي أن أكون مستعداً لهجمات وقرارات هذا الكيان الغاصب، فبالتالي أنا لا أقول أنها حرب، لا بالعكس، أنا أقول لك اليوم العراق يسعى مساعي لحل المشكلة من خلال قدرته وتأثيره على بعض الأطراف التي تستطيع أن تؤثر على أمريكا، على الكيان الصهيوني، وكذلك لربما حتى الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن عملية امتلاك هكذا نوع من الأسلحة والآليات، هذا أنا أعتبره شيء مفرح، هذا ليس شيئا يجعلني أمام تصور أنني سوف أنهار وأنني سوف أدخل البلد في مأزق، لا أبدا، هذا يجعلني أنني أطمئن إذا ما نشبت وفرضت علينا الحرب لا سمح الله، أننا على الأقل في جهة مستعدة للوقوف والدفاع عن العراق، وهذا شرف ما بعده شرف عندما تقاتل الكيان الصهيوني وأنت مرغما للقتال. طيب لست أنت من يبدأ بهذا القتال. أنا أريد أفتهم الوضع اللي بالعراق، يعني إحنا ما دمنا نتحدث عن الوضع بالعراق أريد أتحدث، يعني أسأل هذا السؤال. يبدو لي توافق، هناك توافق الآن. لا ما جاي يبدو لي هناك توافق ما بين الجانب الرسمي والجانب الشعبي والجانب أشعر أنه الفصائل إيش وقت ما يريدون يشعلوها ويشاركون يشاركون، هذا إحساسي، أتمنى أنه أنت ودكتور عقيل يشاركوني بشيء آخر. يعني هذا عضو المجلس السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي يقول تهديدات إسرائيل باستهداف المقاومة لا تخيفنا،
هدفنا إسناد غزة ولن نتوقف إلا بوقف الحرب. يعني العراق داخل دكتور عقيل، يعني هل ممكن للحكومة أو القوى السياسية إيقاف هذا الموضوع لو هو قرار فصائلي؟ يعني هو يشوف العراق يعني منذ بدء عملية طوفان الأقصى الحكومة كانت بإزاء هذه المواجهة مع الفصائل بشكل عام، هي استطاعت أن تستخدم الأدوات المتيسرة لها بنجاح. معظم الإطار التنسيقي وقف معها، حالات كثيرة أحيان كثيرة إيران تفهمت حساسية الموقف في العراق وأصدر ضغط على الفصائل، ومعروفة يعني البيان الذي أصدره كتاب حزب الله في حينها في الشهر الثاني بعد ضربة الأردن وقالت سنحن نوقف العمليات ونحن لا نستشير إيران ومراعاة لحرج الحكومة العراقية وما إليه. لكن يبدو أن هناك تحولا كبيرا حصل بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران. والضربة الإسرائيلية هي حقيقة غرضها الاستفزاز. يعني إسرائيل هي منذ ضرب القنصلية الإيرانية وقتل عدد من ضباط الحرس الثوري، وهي ضربة يعني رفضتها أمريكا، زعجت منها، كانت عملية ضربة استفزازية الغرض منها سحب إيران وإدخالها في الحرب. اضطرت إيران للرد لأنه ضرب لأراضيها. يعني قبلها إسرائيل تقتل من الحرس الثوري الإيراني على مدى سنوات، لكن تقتل في أراضي سوريا في معسكرات سوريا، ويعني إيران كانت لا ترد. لكن عندما قصفت قنصليتها طبعا ضرب لسيادتها، ردت إيران، أعطى هذا حجة أخرى لإسرائيل لأن ترد. طبعا السؤال هو هنا أين مكان العراق في كل هذا؟ هل هذه حرب العراق والعراقيين؟ لو هذه حرب إيران وإسرائيل، يعني أعتقد هذا هو السؤال الذي علينا أن نطرحه. اعترض الكثيرون طبعا وأنا من المعترضين معهم أنه لا يجوز لإسرائيل أنه تبعث طائراتها تمر على الأجواء العراقية، الإرضاع الجوي تم في الأجواء العراقية وذهبت إلى إيران وقصفت، لكنه في ذات الوقت إيران عندما أرسلت 400 صاروخ ومسيرة أيضا خرقت المجال الجوي العراقي في ضربتها الأولى. صح أخبره العراق، لكنه هذا خرق للسيادة حتى إسرائيل تستطيع أن تقول لماذا لم توقفوا هذا العمل. فالعراق في كل هذا يدخل وعبر الفصائل المسلحة التي لا تتبع أوامر الدولة العراقية، الأوامر القائد العام للقوات المسلحة، تساهم في إدخال العراق في معركة هي ليست معركته. نتعاطف مع الفلسطينيين، نتعاطف مع اللبنانيين وما إليه، لكنه العراق قراره السيادي ينبغي أن يكون بيد حكومته المنتخبة وبيد البرلمان وليس بيد فصائل مسلحة. هذا قرار حرب وسلم، قرار موت وحياة، لا تأخذه يعني فصائل مسلحة هي لم ينتخبها الناس وهي دستوريا لا يحق لها القيام بهذا، وفي بلد تقول حكوماته وحتى الإطار التنسيقي لا بد من احتكار السلاح. ما معنى احتكار السلاح؟ الدولة تتخذ قرارات الحرب والسلم. أعتقد هذه هي المواجهة في داخل العراق. هل نحن دولة حقيقية ذات سيادة نمتلك قرارنا، أم نحن دولة فقط يعني للأمام لدينا الآخرين مقاومة. يعني عندما تتحدث عن المقاومة تتعطل كل الأشياء. عزيزي المقاومة موجودة في بلدان محتلة، العراق ليس بلدا محتلا. يعني الإطار التنسيقي سووا انتخابات وتصارعوا مع الصدريين وأخذوا الحكومة، هم يأخذوها في بلد محتل؟ مو صارت انتخابات؟ مو هم شكلوا الحكومة؟ مو هم يقولون احنا أصحاب السيادة؟ أين الاحتلال؟ فكرة الاحتلال جاءت بها الفصائل المسلحة من أجل تبرير استمرار استهدافها للقوات الأمريكية. يا دكتور النجباء حركة مدعومة من إيران يتحدثون، النجباء حركة النجباء حركة مدعومة من إيران، كتائب حزب الله حركة مدعومة من إيران يتحدثون عن طريق ألسنتهم، عن طريق يعني المتحدثين باسمهم يتحدثون العراق ما دام دولة محتلة يكون قرار الحرب والسلم باسم حركة المقاومة. نعم يقولون هذا، وهذا من سوء الحظ، والمفروض الإطار التنسيقي يرد، مفروض الحكومة ترد، لأنهم يقولون هذا علانية، والرد عادة يأتي بشكل خجول عبر تصريحات
غير مباشرة أنه الحكومة هي التي بيدها قرار الحرب والسلم. طيب هم عندما يخرقون قرار الحكومة كما حصل بضربة الأردن وضربة الجولان، وأمريكا دخلت بقضية الجولان وساعدتنا على أنه لا نكون، إسرائيل وضع بنك أهداف 38 هدف وراء ضربة الجولان، ونتنياهو وغالنت أعلن أن لدينا 7 جبهات، العراق واحد منها. طيب. ولولا التدخل الأمريكي والضغط الأمريكي يعني كان العراق الآن يتعرض إلى قصف إسرائيلي والعراق غير قادر. يعني لماذا ندخل في معركة هي ليست معركتنا؟ احنا معركتنا التنمية، الخدمات، مكافحة الفساد. طيب. العراق 50 سنة من حرب إلى حرب، لا يكفي الدخول في حروب؟ متى ننتبه للبناء؟ بناء دولة يحترم فيها الإنسان، مدارس يذهب لها العراقيون محترمة، اليوم غرقانين العراق غرقان. لماذا الحرب والقتال؟ يعني ما الذي حصلنا عليه من 50 سنة من القتال؟ اليوم العراق غرقان دكتور، صار يومين العراق غرقان. دولة دولة فاشلة وتريد تروح تريد تاخذ بها تروح تقاتل بها. طيب بس خلي اسال شيء الدكتور حكم، يعني هذا رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي يتحدث يقول إيران وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية، حققنا نموا في ترقية منظمة الطاقة النووية الإيرانية من مرحلة البحث إلى مرحلة التصنيع. يعني إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة بالصناعة النووية، يعني كيف تتحدث مثلا عن مواجهة مع إسرائيل وأمريكا ممكن تخسرها هذا التقدم النووي اللي جاي تتمتع به إيران حاليا أستاذ حكم؟ شوف أولا اسمح لي فقط أن أعقب على ما قاله ضيفك الكريم. أولا بالله عليك، هل قرار الحرب والسلم بيد أي دولة من الدول العربية أم بيد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل كان القرار الحرب والسلم عندما غزا الأمريكي العراق هل كان بيد الحكومة العراقية أيام صدام حسين؟ إيران دعمت هذا القرار. الغزو الداعشي المدعوم أمريكيا والذي لا يستطيع أحد أن ينكره، حتى ترامب لا ينكره، هل كان القرار بيد الحكومة العراقية عندما شنت الحرب على سوريا؟ هل كانت الحرب قرار الحرب بيد الحكومة السورية؟ هل ما يجري في لبنان هو كان بيد الحكومة اللبنانية، يعني العدوان الإسرائيلي وقرار الحرب والسلم هل كان بيد الحكومة اللبنانية؟ هل كان القرار في اليمن أيضا نفس الشيء؟ فلنتحدث بشكل واقعي وموضوعي وبعيدا عن البروباغاندا. طبعا كل دولة لها سيادة واحترامها وتقديرها والحكومة هي التي تحكم إلى آخره، ولكن قرار الحرب والسلم في هذه المنطقة ليس في يد أحد، إنما بيد الأمريكيين والإسرائيليين، وهذا الواقع القائم. لا يستطيع أحد أن يقول أنه والله بيد فلان وفلان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يجب أن نلتفت إليها عندما نقول أنه نحن ليس لدينا علاقة بما يجري مثلا في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها، طب هذا ماذا يعني؟ يعني أنه سنقع فيما قاله المثل أنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يعني هل أن أحدا يعتقد أنه عندما ينتهي الإسرائيلي من غزة هل سيقف ويقول أنا أعتذر منكم وأقدم لكم ما تريدون؟ لا، هو سيكمل. هو أعلن إسرائيلي أعلن أنه سيكمل، وهو قال أيضا شرق أوسط جديد. جيد. نقطة ثالثة، ضيفك الكريم قال أنه نحن معركتنا معركة تنمية ومدارس وعلماء وما إلى ذلك، وهذا طبيعي وواقعي جدا، ولكن سأعطيك مثلا. الإسرائيلي يريد التفوق في كل شيء. ارجع إلى المحضر اللقاء الذي عقد بين كولين باول والرئيس بشار الأسد في العام 2003 بعد أن غزا الأمريكي مباشرة، بعد أن انتصر الأمريكي صح التعبير في غزوه للعراق، ذهب وقال للأسد من ضمن الشروط التي طلبها من الأسد أو أمر الأسد بها، قال له عليكم ألا تستقبلوا العلماء العراقيين. وكان موقف الأسد موقفا مشرفا في كل ما طرحه ورفض كل الشروط، ولكن بعد ذلك كم عالما عراقيا اغتيل في العراق. أصلا لا يريدون تنمية، لا يريدون. من سرق العراق؟ بول بريمر كم مليار دولار سرق من العراق عندما دخل إلى العراق؟ كم مليار دولار؟ أنا أعلم أتذكر 3 مليارات دولار يمضي فترة قصيرة. من فكك القوى الأمنية؟ عن البروباغاندا اللي تحدث فيها قبل قليل. لا فقط اسمح لي فقط خليني أكمل الفكرة.
لا فقط اسمح لي اكمل الفكره. فعمليا نحن يجب ان نتوقع كل شيء من الاسرائيلي. اسرائيلي هدفه الاساسي ان يتفوق بكل شيء. طيب. والا يكون لنا شيء. هنا ادخل معك الى سؤالك عن موضوع النووي الايراني. لا يا واش لأستفيد منها في في فيما فيما اقدمه. لا انت استعرضت لي بثلاث دقائق تريد تجاوبني على سؤالي بثلاث دقائق ست دقائق. أرجوك خلي أنطي الوقت المتبقي للدكتور عقيل. لا 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 أقل ثلاث دقائق. خلاص لا في سؤال جاوب على السؤال. لا يا سيدي لا يا سيدي أنا متنازل عن السؤال لأن أنت أخذت ثلاث دقائق بالإجابة عن ردك على الدكتور عقيل. خلي أنطي الوقت للرد عليك. تفضل دكتور. شكرا. أنا لا أريد أن نذهب فيما بعد إيديولوجية صار ب 2003 ودعت هذه مواضيع أخرى مختلفة رادوا سياق مختلف. سيد الفاضل نور زهير سرق 3 مليارات دولار أو 4 مليارات من الدولة العراقية وهو صديق المؤثرين في هذه الدولة العراقية وما يقدرون يمسكوه لا كولن باول ولا هذا. المشكلة العراقية مشكلة داخلية مشكلة فساد من الطبقة السياسية الأحزاب المهيمنة وما إليه وبلد العراق ضعيف مفكك من الداخل لا يستطيع أن يدخل حربا. هذا أولا. ثانيا حتى لو فرضنا أن هذه إسرائيل قالت كذا فلان يتحدث عن الشرق الأوسط الجديد القديم الكبير من له الحق أن يقيم الخطر على العراق؟ أليست مؤسساته المنتخبة؟ أليست حكومته؟ أليس من الذين وضعوا في مواقع مهمتهم أن يفعلوا هذا؟ مو فصائل مسلحة والله أو شخص كيف يقعد ويقرر ما دام والله نتنياهو قال هكذا في الأمم المتحدة فعلينا أن نستعد وروح أشكل لي فصيل وأجيب أسلحة وكذا والدولة غير موجودة. حتى تقدير الخطر تقدير التهديد وتقدير كيفية نستعد للتهديد هذا من صلب عمل الدولة هذا من صلب عمل السيادة. السيادة ليست بروباغاندا. في العراق صارت بروباغاندا لأن الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الحاكمة الفاسدة أفرغت هذه السيادة من محتواها بحيث الجميع يدخل بالعراق صار البلد خر مري لا تمسك شيء تستطيع أن تتصرف فيه على نحو عقلاني وتقدم خدمة للناس. هذه نتيجة لفشل الأحزاب السياسية على مدى 20 عاما الماضية. يعني أضافوا فوق فشل صدام فشل آخر. مشكلتنا ليست إسرائيل. إسرائيل سيئة. إسرائيل تقصر. إسرائيل. لكن مشكلة العراق الحقيقية هي بطبقته السياسية بفشلها المريع. طيب. بتخليها عن تأدية مهماتها دكتور حكم إلى أي شيء خارج هذا هو هروب من المسؤولية. طيب. تصدير المشكلة إلى مكان آخر مثل ما كان يسوي صدام حسين ما أعرف إذا وصلت لك وصل لك فكرة الدكتور عقيل أنه أكو مشكلة عراقية يجب التعامل معها مثلا هاي يعني هاي أنا لا نعم أنا لا أريد أن أناقش في القضية العراقية. أنا أتحدث بمبادئ عامة وأنا ضربت أمثلة وبطبيعة الحال الرأي العام هو من يحكم في هذا الإطار. طبعا لا أريد أن أدخل في نقاش في هذا الموضوع لأنه لكل بلد خصوصيته ولكن أنا أتحدث بالعموميات وبالمبادئ لأنه للأسف الشديد دائما نتحدث عن قرار الحرب والسلم. قرار الحرب والسلم ليس بيدنا. حتى قرار التنمية والمدرسة وغيره أصلا ليس بيدنا أيضا. هذا بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أنا قلت لك من كم عالم عراقي قتيل. ليس فقط كل ما حتى أنت إذا كنت تتابع فيما مضى أنه بعض النوابغ من العالم العربي والإسلامي قتلوا يعني أو توفوا حتى نكون أدق. شكرا جزيلا دكتور حكم. ليس القرار أن تبقى هذه الخبير في الشأن الإيراني من طهران. آسف جدا بالنسبة للمقاطعة وشكرا دكتور عقيل عباس أكاديمي وباحث سياسي من واشنطن. آسف جدا ليس لدي الكثير من الوقت. دكتور حكم ممكن أستضيفك وأتشرف باستضافتك في حلقات أخرى. وشكرا للأستاذ وائل ركابي باحث في الشأن السياسي من بغداد. شكرا لضيوفي الكرام. شكرا لمشاهدينا. نلتقي يوم غد.